كده كتير كده كتير بقى. انا لما اجيب حاجه هتبقى كتير. انت هتعملي لنا خرشوف. ايه خرشوف ده؟ ازيكم يا جماعه؟ النهارده يوم غير اي يوم. النهارده يوم مفيش راجل بيحبه عشان هيتغرم فيه. رمضان شهر الخير، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله. اول حاجه عايزين نبدا بيها الفيديو ان احنا عايزين نشكر المشتركين الجداد اللي اشتركوا الفتره اللي فاتت عندنا. عايزين نقول لهم شكرا لكم جدا، انتوا حلوين جدا. ايوه وكلامكم حلو جدا ويفتح النفس وبتشجعونا جدا، ومن عينينا الاثنين هنعمل لكم فيديوهات باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله كل يوم زي ما انتم طلبتوا اكتر بكتير الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جدا على الدعم. ده اول حاجه حبينا نقولها في الفيديو. احنا لسه واصلين عند سوبر ماركت، ومش هيبقى سوبر ماركت واحد النهارده، ده هيبقى كل السوبر ماركتس اللي في انجلترا مع الاسف. المفروض ان هم بيبقوا عاملين هنا في السوبر ماركتس بتاعت انجلترا زي احتفاليه رمضان، كاتبين لنا بقى رمضان كريم وكده، فاحنا هنصور لكم الدنيا جوه شكلها عامل ازاي. بيبقوا عاملين زي جزء من المحل بيبقى مخصص لحاجات رمضان وبيكتبوا عليها رمضان كريم وكده. فهندخل بقى نشوف دلوقتي هم حاطين ايه وايه العروض اللي عندهم السنه دي. طبعا عايزين نقول لكم ان الفتره دي كل سنه بتبقى علينا يعني صعبه جدا، بيبقى نفسنا نبقى في مصر، صلاه التراويح بقى وحاجات بقى كتير، والاذان وهو بيأذن ونسمع الاذان. طبعا احنا هنا ما بنسمعش الاذان خالص، يعني كل منطقه هنا بيبقى فيها جامع واحد بس، طبعا الاذان ما بيأذنش فيه بصوت عالي خارج الجامع، بيبقى داخل الجامع بس. فاحساس رمضان نفسه ما بيبقاش زي مصر كده عندنا، والزينه بتاعت رمضان والتمر الهندي والعرقسوس الحاجات دي طبعا طبعا ما بنعرفش نجيبها، مفتقدينها جدا هنا. جدا يعني مهما عملنا اكيد ما بنحسش برمضان تماما. ده بقى غير اللي انتوا ما تعرفوش بقى حاجه كمان، ان رمضان هنا صعب جدا جدا جدا. ليه؟ السنه اللي فاتت مثلا واللي قبلها رمضان كان المغرب بيأذن فيه الساعه 9:30 بالليل، والفجر بيأذن 2 او 2:30. الفتره اللي احنا بنفطر فيها كانت تقريبا 4:30، يعني ما بنلحقش اصلا، ما بنعرفش نتسحر، يعني ما بيبقاش فيه بقى. بيبقى في اول رمضان مثلا بيبقى حوالي 18 ساعه، بعد كده بيبدا يفضل يزيد لغايه اخر رمضان ممكن يوصل لحوالي 20 ساعه او 21 ساعه. كمان الصيف، احنا بنحب الصيف هنا اكتر طبعا من الشتاء عشان خاطر الجو بيتعدل الى حد ما، بس برضو احلى حاجه هنا في الصيف ان النهار طويل جدا، يعني الدنيا مثلا النهار بيشقشق من الساعه 4:30 5 الفجر، يعني خلاص بتبقى الشمس طلعت، والساعه 9:30 10 كده خلاص الشمس بتروح. تخيلوا انتوا الشمس بتروح الساعه 9:30 بالليل. 9:30 بالليل الواحد بيبقى يعني ايه حاسس ان النهار طويل جدا. النهار فعلا بيبقى طويل جدا، فبنعرف نعمل حاجات كتير وما بيجيلناش اكتئاب، على عكس بقى الشتاء اللي اصلا النهار بيروح فيها من الساعه 2 3 الظهر خلاص كده، وعلى طول غيوم وعلى طول مطر وتلج، الواحد بيستنى الصيف هنا من السنه للسنه. فيا رب السنه دي الصيف يجي عدل، لان السنه اللي فاتت الصيف كان تقريبا اسبوع واحد بس، وبعد كده كده بقيت الصيف برضو كان برد. فيعني يا رب الصيف السنه دي يجي عدل. ويلا بقى عشان اتاخرنا على المشتريات بتاعت رمضان يا بابا. خليك انت خليك انت، انا هروح انا بسرعه واجي. هروح انا بسرعه واجي انا. طب ما يوم تيجي برضو مفيش فايده. طب انت خليك، انا هروح مش هتاخر. يلا ماشي نفسك. الاستعدادات يا جماعه، زهقنا من الكورونا. رايح فين؟ رايح فين؟ اجيب العربية دي؟ اجيب العربية الكبيرة دي؟ لا هنجيب، لا اسف كبيرة. دي كبيرة أوي. ما هي دي على قد اللي أنا هجيبه. أهم حاجة نطهر وبعدين ندخل. أهو يا جماعة حاطين رمضان كريم، رمضان مبارك. عاملين أقسام بقى، عاملين كده. برضه حركة كويسة منهم إن هم يعملوا كده يعني ويكتبوا رمضان مبارك أو حاجة زي كده، دي حركة كويسة جدا منهم يعني. هريبو هريبو، ده هو ده حاجة رمضان ولا حاجة؟ ايوه هو ده، هنجيبه عشان نحل بيه. ده حاجة رمضان؟ ايوه عشان نحل بيه. أول حاجة يا جماعة تتحط عندنا النهاردة ايه ده؟ غزل البنات. ايوه بلح. بدأنا بقى ايه حاجة رمضان. دي بقى فعلا حاجة رمضان، نجيب بقى بلح. هو ايه بقى؟ أنت اللي بتفهم في الأنواع على فكرة، المفروض أنت اللي تيجي تشوف البلح ده. هو اللي فوق ده حلو، ده محشي البلح ده بالشوكولاتة.
وده مثلا بالكراميل. لا انا رايي، ايه رايك نجيب بلح عادي احسن؟ هو ده هيبقى عشان نعمله باللبن. مش عايزه مكسرات؟ طبعا. سلام، مكسرات ده فيه ايه؟ ده فيه حاجات كتير. حلو. ده رز بقى، جيب رز. ده 10 كيلو رز. تعمل ايه ب 10 كيلو دول؟ هم حلوين، هم على قدنا في رمضان. على قدنا؟ ايوه. احنا اتنين بس هناكل 10 كيلو رز؟ لا، احنا لازم يبقى عندنا خزين رمضان. يا جماعه والنبي قولوا لي اعمل ايه؟ شكلها هتبقى بدايه موفقه الحقيقه. قد ايه بيبقى؟ هاتي 10 كراتين مثلا عشان يكفوا ال 10 كيلو رز. لازم يتجاب مره واحده. ليه؟ ونحس ان هو رمضان ازاي طيب؟ ايه ده؟ خير؟ تين؟ تين؟ تين. مش هجيب تين عشان طبعا تين. استنى مش مش انت بتحب يا مش رمضان ولا لا؟ بحب يا مش رمضان، بس يبقى لازم نشتري الحاجات دي. طيب ايه تاني؟ قراصيا. قراصيا ماشي. هتعملي لنا خرشوف بقى. انت هتعملي لنا خرشوف. ايه خرشوف ده؟ ايه ده؟ خشاف. سوري. انت بتحب الخشاف؟ طبعا. في حد ما بيحبش الخشاف؟ بالمكسرات كده. امال احنا جايبين المكسرات دي ليه؟ عشان رمضان. هو رمضان مش هياكلها. دي كبير. دي ما هي دي، هي دي جبن مش هنا اصلا. ماشي، اتفضل حضرتك. عشان السحور بقى طبعا. ايوه طبعا. نتسحر بايه؟ هات لنا جبنه تكون خفيفه عشان نعمل جبنه بقوطه. ماشي، جبنه تكون خفيفه. خليفة ايه؟ خفيفة. دوروا معانا يا جماعة فين؟ اهي دي؟ لا لا، التانية بتبقى مربعة كده. اهي. ايوه هي الحاجة، هي دي. هات 10. 10؟ ليه 10 يا حبيبي؟ ليه يا ماما؟ هو رقم 10 ده مكتوب علينا؟ مش انت مبسوطة؟ ايوه. المهم ان انت تنبسطي. ايوه انا مبسوطه الحمد لله، الحمد لله جدا. ولسه هتبسط اكتر. وانا ازعل؟ تجيبوا فات فريد؟ دهون فريد؟ لا هاتوا عادي. عادي؟ استني اما اجيب انا بقى حاجه. اجيب ايه؟ لا ما تجيبش بقى. لا كده كتير بقى، كده كتير. كده كتير بقى، انا لما اجيب حاجه هتبقى كتير. اجيب واحده لانشون بس. واحدة؟ لا احنا ما بنحطش هنا بفرد، احنا بنحط هنا زوجي. ميجوز. جيب لنا واحدة بينك. بينك؟ باللون؟ ما شاء الله. ده حراق. حراق؟ هاتوا هاكله قبل رمضان مش مهم. بس دي صغيره. لا احنا نجيب ال 5 كيلو ولا 10 كيلو؟ اه انا هجيب 10 كيلو يا جماعه. مش عشان خاطر 10 يعني. انا مش فاهمه، انا لما اجيب انا ازازه زيت دي، انا جايبه 10 كيلو رز، دي هتقضي ال 10 كيلو رز؟ لا طبعا. هو كيلو رز بيتحط عليه كيلو زيت؟ سيب لنا الموضوع ده. ماشي. بص بقى الصلصه، انا بحب الصلصه دي جدا، انابيب كده شكلها كيوت. اه يا قلبي شفتك. تعملي ايه؟ انا بدور على عباس الشمس فين؟ اهو قدامي اهو. يلا دي كفايه؟ انا بطبخ اصلا بالزيت عشان خاطر الاكل يبقى خفيف. دي بس نعمل بيها طشه الملوخيه، يعني نعمل بيها حاجات كده، حاجات بسيطه بس. الرز. لا انا عايزه النوع اللي بنجيبه. لا اهو انا بقى كان بقالي فتره نفسي اكل الرنجه، تمام؟ وهنا في انجلترا صعب ان احنا نجيبها، يا اما هندب مشوار طويل يا اما يعني مش هنلاقي، كده مش هنلاقيها. المهم من حوالي اسبوع كده اكتشفت الاختراع ده، تمام؟ وفي الاسبوع ده انا واكله تقريبا البتاع دي حوالي 3 مرات. يعني بصوا دي رنجة شبه الرنجة بتاعت مصر بالظبط. فلو في اي حد شايف الفيديو ده وعايش هنا ونفسه ياكل رنجة، تعالوا جيبوها يا جماعة، يعني رخيصة جدا في نفس الوقت
طعمها رنجة ده بتاعتنا، هي مهرية شوية عشان خاطر المواد الحافظة وكده، بس والله دي اسلم حل والله العظيم عشان تاكلوا رنجة في البلد دي. شكرا. ده تاني سوبر ماركت صراحة، بس احنا معرفناش نصور لكم كل حاجة وما يقفلوا خلاص اصلا، فبنحاول ننجز خلاص هنمشي لان خلاص المحل بيقفل، المحلات بتقفل خلاص دلوقتي، يدوبك نحاسب. اخيرا خلصنا رجعنا العربية. ايه بقى احسن حاجة حصلت لما رجعنا العربية انت عارف؟ انا؟ احسن حاجة حصلت ان احنا خلصنا. لا ايه هي احسن حاجة تاني غير ان احنا خلصنا طبعا؟ ان انا استريحت. مفيش حاجة تانية حلوة حصلت؟ لا مفيش، كلها حاجات مش حلوة. لا في حاجة واحدة حلوة، ان احنا قلعنا الكمامات اخيرا. قلعنا الكمامات. الواحد اتخنق، الواحد اتخنق من الكمامة دي فعلا. فالحمد لله اليوم مر بسلام بالنسبة لي، وكده نبقى خلصنا فيديو النهاردة. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انتوا اول مرة بتشوفونا اعملوا لنا سبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يجيلكوا اي فيديو بنعمله جديد، ونشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.